أوفي تحرير ويب تي في، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في عدد جديد من الحصص الخاصة التي تأتيكم معي أنا صالح بن محمد في من وراء الميكروفون. طبعا في هذا العدد الخاص بعنوان اعرف تخصصك أكثر يحضر معي ثلة ونخبة من طلبة الجزائريين باختلاف تخصصاتهم، أسعد باستضافتهم على ضوء هذا السياق. على يميني الطالب فاروق جرير، مرحبا بك فاروق. وبيك أكثر. نعم، أيضا ممثلة عن طلبة اللغة التركية زينب بندم، مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك حمادي. وفي الصيدلة أيوب صغيب، مرحبا. سلمك، مرحبا بك. والمبدع البشوش الذي ممثل عن طلبة طب الأسنان مجول يحيى أمير. شكرا، ربي يحفظكم. نشكر قناة تحرير ويب تي في على هذه الاستضافة الطيبة، شكرا جزيلا. خلينا نعرف المستمعين والمشاهدين اللي راهم تبعوا فينا الآن عبر هذا البث وفي هذا العدد من الحصص الخاصة، منهم الطلبة اللي راهم حاضرين معنا في هذا العدد. نبدأ بك فاروق قريرة. فاروق قريرة هو طالب متحصل على شهادة الماستر في علوم الطيران والدراسات الفضائية بجامعة البليدة واحد. نعم، بكالوريا. بكالوريا 2017. بمعدل. بمعدل 15.30. جميل جدا ما شاء الله. زينب مدب. زينب مدب أستاذ لغة تركية، هذا العام تحصلت على شهادة ليسانس في اللغة التركية وترجمة بجامعة الأمير عبد القادر ولاية قسنطينة. نعم. باك تاعي 2019. نعم، أيضا ناشطة على منصة الإنستغرام حساب زينب مدب باللغة الفرنسية. صح. أيضا أيوب صغيب. صغيب أيوب طالب سنة سادسة صيدلة كلية الصيدلة بالجزائر العاصمة جامعة الجزائر واحد. العام هذا إن شاء الله انترنا وإن شاء الله نتحصلوا على الدكتوراه في الصيدلة إن شاء الله. بكالوريا. بكالوريا 2017. بمعدل. بمعدل 15.43. شعبة علوم تجريبية. علوم تجريبية. نعم. أيضا مجول يحيى أمير. أما مجول يحيى أمير طالب طب أسنان سنة سادسة بكلية الطب الجزائر العاصمة يوسف بن خدة، متحصل على شهادة البكالوريا علوم تجريبية بمعدل 15.65، بك 2017. نعم مليح. هذم هم ثلة والنخبة اللي راهم حاضرين معنا في هذا العدد من الحصة خاصة. قبل أن ندخل في عالم الجامعة وما الذي يحدث في عالم الجامعة، نعود وإياكم إلى الزمن الماضي الجميل ومع البكالوريا. خلفية موسيقية يا سيد، ونبدأ معك بالسؤال الأول. يا فاروق، كيف كان نظرتك لشهادة البكالوريا في أول السنة؟ كانت نظرتي في أول سنة لسنة البكالوريا بأنها فترة قاسية نوعا ما. نعم. لكن بمرور الوقت وبمرور الزمان أدركت أنها ما هي إلا مرحلة انتقالية لمرحلة الجامعة. يقولوا أنه طلبة الجامعة راح يشوفوها كمرحلة من مراحل العمر وكل شيء. يعني نعم، هي مرحلة من الزمان و ومضت. نعم زينب، من بين اللحظات الرائعة التي كانت لك في هذا العام، أحسن لحظة مرت عليك في شهادة البكالوريا؟ اللحظة المليحة اللي عشتها في عام تاع الباك هو أنه كل يوم كنت نستنى نعقب الباك. نعم. يعني كل يوم كنت عايشة هذيك اللحظة أني نستنى نعقب الباك، يعني بقيت نستنى فيه بشغل بشغف بحب بحماس. أني نهار نروح نعقب فيه الباك كان بالنسبة لي كيما نهار العيد، بالعكس تماما. الخوف وذاك ما كان حتى حاجة يعني. صحيح. من أحسن لحظة من زينب مدب إلى أيوب صغيب، أسوأ لحظة صارت لك عام البكالوريا مستحيل تنسى. والله أسوأ لحظة صارت لنا عام الباك هي كانت لما كنا نقرأ عند الشيخ عادل تواتي. نعم. اللي كان ضيف عندكم في الحصة. نعم. وكنا يعني مشينا احنا بحكم هنا تخصص علوم، يعني علوم طبيعة وحياة، مشينا في البرنامج مليح كنا نقرأ عنده، وبعد هو جاتها واحد الحادثة كان شغل حادثة مرضية وكذا، معناتها صعبت عليه ياسر باش يتحرك ويدبلاسي ويجي قرينا وكذا. ثم كي احنا جانا واحد الديكالاج يعني في وسط العام تقريبا، وبدينا نمشي في البرنامج طحنا في الديكالاج هذا ويني، ومعناتها باش نروح نشوف أستاذ أخر يعوض لنا شيخ عادل، وفي مادة أساسية مادة العلوم معناتها معامل ستة مش سهلة، مش أنت تمشي في البرنامج ومن بعد توصل معناتها نقطة تعود تبدأ من جديد تحوس عن أستاذ معناتها. ثم هذيك كانت أسوأ نقطة معناتها، وتغلبنا عليها الحمد لله، معناتها الشيخ دارك كل إمكانياته برغم أنه كان
في المنزل تاعه، معناتها ما يتحركش من المنزل. كنا احنا نروحوا للمنزل تاعه وكان يدير فيه جهد تاع معناتها، والحمد لله حصلت على نقطة جيدة معناتها في مادة العلوم بفضل ربي وبفضله وبفضل الجهود معناتها كانت مبذولة. إذن نوجه شكر لكل الأساتذة اللي راهم قايمين بواجباتهم، أيضا للأستاذ عادل تواتي إبراهيم اللي كان حاضر معنا في العدد الماضي، مجول يحيى أمير أحسن قرار اتخذته في شهادة البكالوريا وعام البكالوريا. أحسن قرار اتخذته في شهادة البكالوريا، على كل حال ما كان عندي هدف معين اني ندي الباك بمعدل قوي، نفرح والدي، نفرح زملائي، نفرح اهلي، الاساتذه اللي كانوا يستناو في مجول يحيى امير راح يدي البكالوريا. ما كنتش متردد لاني كانت عندي فوت باك 2016، باك التسريبات المعروفه، باك عام الشؤم نسميه، بعد عودت بكالوريا 2017. الحمد لله كي توفقت ونلت شهادة البكالوريا بمعدل، ما ندمتش اني عاودت البكالوريا، لانه قبل ما نعاود البكالوريا كان عندي هاجس نعاود ما نعاودش، كيفاش راح كيفاش تكون، هل وفق هل تدخل لك حسابات ما تقدرش تصورها، كيفاش علاش هل راح نوفق هل لا، والحمد لله يا رب خير دوما في مختاره والله وتوفقت الحمد لله. الحمد لله يا رب. طالب سنة سادسة طب أسنان. فاروق قريح، أسوأ قرار اتخذه فاروق خلال هذا العام عام البكالوريا. أسوأ قرار في عام البكالوريا هو عندما تمتحن في شهادة البكالوريا، تبدأ بموضوع الأول، ثم بعد نصف ساعة أو ساعة من الزمان يتم تغيير الموضوع الثاني. هذا أسوأ من أسوأ قراراتي التي اتخذتها، ولكن الحمد لله بعدما غيرت الموضوع تحصلت على علامة 19.5 ما شاء الله في علامة في موضوع في موضوع الفيزياء. نعم. زينب، كما قلتي نهار الأول ما كنتيش خايفة على غرار الطلبة الآخرين، أنه خوف وستريس وكل شيء، أحكينا على آخر نهار خرجتي، نهار تسليمك لموضوع الفلسفة وكمل أنك كملتي البكالوريا. في هذه في العام تاعي تاع البكالوريا، اليوم المورا اللي دخلت به نهار الأول كان نفس المورا اللي خرجت به نهار الآخر، وهذه النقطة اللي ديما نأكد عليها على طلاب بكالوريا، يعني على تجربتي نقول لهم حاولوا أنكم تدخلوا بمورال مليح باش تخرجوا به، باسكو صدقوني المورا اللي تدخل به نهار الأول هو نفس المورا اللي تخرج به، اللي يدخل يبكي حيكملها يبكي، اللي يدخل فرح ومتفائل بروح وكلش راح يكملها هيك. انا في التجربه تاعي تاع سمنت بكالوريا كان حاكمني واحد شعور ما بديش انا بالك مميز واحد زي، كان حاكمني الضحك، زيتني على الضحك غير نضحك تاع ناس قدامك يبكي وانت غير تضحكي، تضحك نضحك شتي هذاك الضحك الفوري، تضحك هذا كولي دخلت به خرجت به والحمد لله يا رب. اذا ايوب، معادلك في البكالوريا قداش كان؟ 15-43، عندي زوج بكالوريات. نعم. 15-10 و15-43. 15-43. المعدل هذا هل كان معمول عليه منذ البداية ولا كنت تطمح إلى ماك؟ والله تقريبا تقدر تقول المعدلات تاعي كانت ثابتة، معناتها دائما 15-16، يعني كنت نطمح أني نكون في المستوى هذا ما نهبطش عليه، حاجة أكثر ماذا بينا، بس المهم أني ما نهبطش على المستوى هذا، يعني لأن المعدل هذا 15 وطلع هو اللي تقدر تقولي أهلك باش تقرأ باش تخير التخصصات اللي أنت راح تحبها، يعني لأن 14 وهبط قادر ما تتوفقش باش تدي التخصص اللي راك حابه. مجهول يحيى أمير، مازلنا متواصلين معك، لازم نحفظ الاسم هذا. أمير، لا قدر الله لو لم يتحصل أمير على المعدل الذي يطمح إليه في السنة الثانية، ما الذي كان سيفعله أمير؟ هو الحمد لله أني وفقت، الحمد لله، لأني كنت راسم هدف انه يحيى امير، سيرتو نهار القرار اني قررت نعود الباك. سنه في عام الباك الاول 2016 كنت راسم خطه، كنت راسم هدف معين، بلانين، بعد ما سهلش ربي والحمد لله على كل حال عاودت. هو على كل حال ما كنتش متوقع اني ما نديش، لانه الحمد لله كي كنت راسم الهدف كنت حاب نوصل، ما شغل نقول الطموح والأمال كانت غالبة أنه أمير يخمم ما يديش ولا ما يتحصلش ولا ما يوفقش، والحمد لله يا ربي أنه توفقت. ما نعم. نذهب إلى فاروق قريرة. فاروق،
هل طيران تخصص طيران هل كان طموح أو هل كان مرسوم له منذ البداية، ولا منذ متى أصبح فاروق قرير يخمن في ويطمح للطيران؟ فاروق قريرح كان من طموحاته أن يدرس هذا التخصص منذ كان يدرس في مرحلة ثانوية. أنا هزيت الأفكار، هزيت أفكار التي تشمل هذا التخصص، طلعت عليها، طلعت عليها بالجيد، عجبني صراحة، أنا شغوف بهذا التخصص، ممتن أني درست في هذا التخصص، والحمد لله أني وفقني ربي نلت شهادة البكالوريا بمعدل جيد ودخلت لهذا المعهد. مليح. زينب، بالنسبة للغة التركية وتخصص اللغة التركية، هل كان له كان مرسوم أو كان هدف منذ بداية السنة أو منذ متى؟ في عام البكالوريا كان الهدف تاعي كما نقولوا صغير المدى، ما كانش بعيد باش ندير في حاجة حبيتها، كنت يعني حابة ايكول سوبيريور فرونسي، ومن بعد الباك قد ما كنت حبيت يجيني معدل مليح وكلش ما كانش المعدل اللي سنيته، ومن بعد جات اللغة التركية كما نقولوا جات من بعد، ما كنتش مقرر اني ولا حاطة في بالي اللغة التركية، بالعكس درته كحاجة مميزة وقلت اني لازم ننجح فيها، لانه كنت معولة على حاجة ولقيت حاجة قلت نجرب فيها، والحمد لله لقيت روحي وكما حبيت اكثر. مليح. ايضا ايوب، بالنسبه للصيدله، هل لم يحلفك الحظ انك تحصل على معدل الصيدله في السنه الاولى؟ لا، تحصلت عليها في السنه الاولى، كنت قادر نختارها، وفي السنه الثانيه ثانيك لحقت عليها، يعني المعدلات الاثنين. طيب لماذا عاد ايوب صغيب البكالوريا؟ كانت فيه واحدة الضغوطات، وكانت فيه المرحله اللي جت بعد البكالوريا مباشره، كانت فيها تقدر تقول سوء تسيير بالنسبه للاختيار، معناتها لان اليوم احنا جينا باش نحطوا على الاختيارات بالنسبه للطلبه الجدد. الاوكازيون هذيك طحنا فيها احنا قبل 6 ولا 7 سنوات، ما حبيناش الناس دي توقع فيها، معناتها ماذا بينا الناس تكون من قبل ما تدخل اصلا اي تخصص، ماذا بيك عندك عنه نظره، اطلاع كبير. بالنسبه لك امير، يحيى امير ما كانش متصور انه في يوم من الايام يصبح طبيب اسنان. لماذا كان يطمح امير؟ أمير كان يطمح يكون طبيب، هذه من كنت في البريمار، من كنت في الابتدائي وش تحب، حبتولي طبيب. نهار اللي خرجت النتيجة كنت طامح ندي طب، ما وفقنيش ربي، أعطوني الخيار الثاني طب أسنان. في عمي الأول كنت متردد، طب أسنان ما كنتش متصور في يوم من الأيام نكون طبيب أسنان. صحيح. تخصص ما نعرفهاش، جام يحكاولي عليه، ما والحمد لله يا ربي كي دخلت الدومان وعرفت وقريت، الحمد لله يا ربي انه اخترت، خير لي ربي على كل حال الحمد لله، وديما كما اقول لك هنا تظهر الحكمه في انه ربي يختار لك الحمد لله. ودائما نقولها عباره دائما نقولها، اما عني فقد عشقت طب الاسنان، كي دخلت طب الاسنان الحمد لله يا ربي هنا، بالرغم انه لم يكن منتظر بالوالو، ما كنتش نخمم اصلا انه في يوم من الايام، ولا حتى ولو 0.0001 انه في يوم من الايام اكون طبيب اسنان، الحمد لله يا ربي. ولو كان يعاود يولي بي الزمان يعاود ويقول لي عاود الباك، ما خيرش غير طب الاسنان. نعم. بالنسبه لك ايوب، كما نعلم انه قلت انه عاودت الباك مرتين. نعم. العام الاول لما تحصلت على معدل 15 وش اخترت تخصص؟ اخترت تخصص في الاول اي ناس، مدرسه عليا للاساتذه الثانوي، استاذ علوم طبيعه وحياه، ومن بعد بدلت ايرونوتيك تخصص فاروق يعني طيران. تخصص طيران. هل درس طيران ولا بلوكيت العام؟ لا لا، ما بلوكيتش العام، ما كانش عندي اصلا الفكره هذه تاع بلوك العام، لان سؤال يتوارد في التعليقات، كيف وفق ايوب بين اعاده البكالوريا والسنه الدراسيه الاولى الجامعيه؟ هي الحمد لله اللي عندها، تقدر تقول اللي عندها باجاج من قبل، يعني تكون ما تاثرش عنه يعني الاعاده على البكالوريا. وثاني حاجة فكرة أنك تقرأ الجامعة راح تفتح لك ياسر أبواب مغلقة، تقدر تقول في المخ تاع العبد، تقدر معناتها كي تبدأ تقرأ الجامعة وتشوف التخصصات وتشوف الناس اللي نجحوا وتشوف أنت أصلا معارفك راح تزيد، بحكم قرينا تخصص طيران هذا، واني أصلا تخصص فيه فيزياء وفيه رياضيات وفيه
اللغه فرنسيه شويه انجليزيه كذا، انت اصلا تبقى فورمي في شكرا لك ايوب. نروحوا لفاروق قريره، وهذا سؤال ليكم كامل، سؤال صعب صراحه والاجابه راح تكون اصعب بحول الله. لو لم يختار فاروق قريره تخصص الطيران ماذا كان سيكون؟ لو لم يختار فاروق قريره علوم الطيران كنت سأعيد البكالوريا مرة ثانية، وسأجتاز البكالوريا سأجتاز البكالوريا وأحاول أن أدرس علوم الطيران مرة أخرى. نعم، إذن لا مجال لي لا مجال للهروب من هذا التخصص. زينب، كنت راح أكون أستاذة في أي لغة من اللغات. مليح. أيضا أيوب، لو كان لو لم يختار أيوب صغيب تخصص صيدلة، كنت راح نكمل في الطيران طبعا. طيران مليح. كان يكون زميلك يا فاروق. فاروق أيضا أمير. صراحة كما قال فاروق نعود، لأنه كما قلت لك كنت راسم حلم الطفولة تبقى تسعى أنه تحققه، ما كاش كما حلم الطفولة. إيماجيني أنت من أنت في البريمار وش حاب كل يوم تبني في مخيلتك انك راح تكون طبيب، انك راح تكون راح تكون راح تكون، سمك ترسم هذاك الهدف تحاول تلحق بكل الطرق. صحيح. نعم، اذا سؤال فلسفي، فاروق عام البكالوريا لو كان في كتاب ما الذي سيكون عنوانه؟ سيكون كتاب عنوانه العزيمه والاراده. العزيمه والاراده لفاروق قريه. املي ايضا زينب، كتاب حيكون اسمه تحدي. ما كانش بلغة تركية ولا يكونش بلغة. أيضا أيوب، كتاب راح يكون المتعة في التخصص اللي راح تقرأ فيه، المتعة يعني. أيضا راح يكون بعنوان العزيمة والإصرار، لأنه الظروف اللي مريت بها مش سهلة. كما حكيت لك باك ديميساز راني مفوت كما قلت 3 باكات، 2016 بدورتين و2017 بدورة ثالثة. أصلاً أنه ما اتخذت قرار أني نعود البكالوريا 2017 ما كانش قرار هين، كنت متردد نعود لا أنه تعاود باش تلحق للطموح تاعك، أنه تعاود ما الحمد لله يا رب. نعم. إذن قبل أن نختم فقرتنا خلي نرجع بك للزمن الماضي الجميل. فاروق، كلمة لطلب المقبلين على شهادة البكالوريا واللي راهم يتابعوا فينا الآن عبر هذا البث المباشر. والله أنا أقول للطلبة المقبلين على الحياة الجامعية، لا تتخيلوا الحياة الجامعية أنها بساط أخضر مفروش بالورود، لكن هي حياة مليئة بالمطبات، فالحذر من التواخي واللامبالاة. فأقول هي مرحلة لابد الطالب الجامعي أن يمر بمرحلة الفشل البدائي في بداية الطريق، لكن أقول أن الفشل هو مرحلة من مراحل النجاح، وهو الفشل أيضا هو بداية الطريق ليس نهايته. هذا ما أقول، والله ولي التوفيق. طبعا زينب، كلمة للطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا 2023. الكلمة مش راح تكون كلمة ولا زوز ولا ثلاثة، راح نقول لكم حاجة واحدة، خليوا الهدف تاعكم بين عينيكم، الحاجة اللي راكم حابين توصلوها راح توصلوها، مادام حاطينها بين عينيكم راح توصلوها. مش باش تقرا ولا باش تبع برك، باش غير مثلا غير تدي تنجح الباك، باسكو صعيبة صح اللي نشوفها صعيبة خلا، هو انه الانسان كي ينجح وتبقى حيرتلو ما يعرفش روحه وين رايح، على هذه راح تسهل عليهم وتعطيهم اصلا الدافع باش يقدروا يقراوا باش يقدروا يضحيوا بوقتهم باش يسعوا باش يجتهدوا. هو الهدف اللي يرسموا يحطوهم بعينهم، سواء كان المعدل يخدموا على المعدل ولا على تخصص اللي حابينه. صحيح، هذه هي، نقول لكم ربي يوفقكم. شكرا لك زينب على هذه الكلمه الطيبه والقيمه. ايوب صغيب، كلمه للطلبه المقبلين على شهاده البكالوريا 2023. والله كما قالوا زملاء هني، يعني لازمك تكون اول حاجه راسم هدف، الهدف هذا راهو يشجعك ياسر يفونسيك ياسر باش انت تدي المعدل اللي راك تحوس عليه. ثاني حاجه انك عام الباك تتمتع بالقرايه تاع الباك، ما تبقاش انك انت دايرها شغل هي حاجز ولا هاجس، لو كان ما يسرى لو كان ما يسراش لو كان كذا، هذاك قادر من بعد يدمرك، لانك توصل بعد قبل البكالوريا مع الضغط النفسي مع كذا قادر يدمرك شيء هذا كوني. انت حاول ديما تكون فريش مع الدراسه تاعك البكالوريا. الله ربي يوفقك. ننصحهم انه اول حاجه توكل على ربي سبحانه،
لأنه يعني الواحد لازم يتوكل على ربي. ثاني حاجة لازم يحطوا بلانينج، شغل يرسموا الخطة كيفاش راح نقرأ، مش يخلي كما جات نهار نقرأ نهار ما نقراش، نهار نقرأ بار اكزامبل 12 ساعة في النهار، نهار ما نقراش أصلا، نهار نقرأ ساعتين، هذه ماذا به فيتها، يولي حاط بروغرام معين. والعفسة الثانية كما قلت لك الأخت زينب أنه يحط يرسم الهدف بإذن الله رح يلحقه، لأنه كما نقوله بالعامية تاعنا قلت لهم العفسة الوحيدة اللي في القراية شغل العفسة تقر تقرأ تلقى بإذن الله، الواحد كي يقرأ رح يلقى إن شاء الله النصيب تاعه بإذن الله. وينحوا كما قال أيوب هك المطبات العوائق، أنه عش ما نديش، عش تصحيح يظلموني، عش هذيك العش عش نحاها برايك منها، توكل على ربي، ارسم خطة هدف، دير اللي عليك، والله ولي التوفيق. نعم، شكرا لك يا أمير على هذه الكلمة. صفا جديد يقول ما شاء الله ربي يحفظكم جميعا. كنيوة زكريا يقول بالتوفيق أمير. الأستاذ الشيخ نذير بن موسى يقول بالتوفيق لكم جميعا، وتحياتي للتلميذ أمير أستاذ مجول يحيى أمير. فرولة تقول بالتوفيق لجميع الطلاب. سندس تقول بالتوفيق لكم كامل. أم أمين تقول الله يبارك على فاروق البيلوت فاروق العربي البيلوت فاروق. ياسين قزان يقول أمير ربي وفقك. أم أمين تقول ما شاء الله تبارك الرحمن. عادل تواتي إبراهيم يقول تحية خالصة للجميع، والأيوب خاصة الذي ذكرنا بفترة صعبة مرينا بها جميعا لأني تعرضت لكسر خطير في ساقي تطلب إجراء عملية صعبة، لكن الحمد لله تجاوزنا المرحلة بنجاح، موفقون أبنائي. إذن رفيقة قريرة تقول ما شاء الله تبارك الله، شكرا لكم على تفاعلاتكم معنا. هذه كانت فقرة اللي رجعنا بهم للزمن الماضي الجميل. مشاهدينا متابعينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم لموضوعنا المهم، وهو اعرف تخصص أكثر مع الطلبة النوجبة اللي راهم حاضرين معنا اليوم. لا تذهبوا بعيدا. إذن عودة إليكم مستمعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان في هذه الحصة الخاصة بعنوان أعرف تخصص أكثر مع ثلة من الطلبة الجزائريين باختلاف تخصصاتهم. فاروق قريرح ممثل عن طلبة الطيران، زينب مدب ممثلة عن طلبة اللغة التركية، أيوب زغيب ممثل عن الصيدلة، ومجول يحيى أمير ممثل عن تخصص طب الأسنان. إذن المشاهدين متعطشين لمعرفة التخصص هذه أكثر. نبدو على يساري الطالب ممثل عن طب الأسنان مجول يحيى أمير عن تخصص طب الأسنان. لمحة عن تخصصك يا أمير. يشهد تخصص طب الأسنان إقبال كبير في الأونة الأخيرة في السنوات الأخيرة من طرف طلبة. هو عبارة على تخصص تدرس فيه يكون على مسار 6 سنوات، يتحصل الطالب في الأخير على شهادة دكتوراه في طب الأسنان. سنة أولى تكون ترونكوما جذع مشترك كيما لا ميتين ولا فارماسي، اختلاف طفيف جدا في لي موديل، كلك موديل تختلف فقط. بالنسبة للسنة الثانية نسموها حنايا لابورت دونتير، بوابة طب الأسنان، هي في سنة ثانية نبدو نقرأ لي موديل الخاصين بالدونتير، نبدو لي تيبي، نبدو لي تيدي يحكوا على طب الأسنان. سنة ثالثة نتعمق أكثر
نقراو لي 5 موديل برينسيبال، لانه في الدونتير كاين لي موديل برينسيبال تاع الدونتير وكاين الفرعيه سيكوندير. سيكوندير اكزاكتومون، كاين لي موديل برينسيبال ولي موديل سيكوندير. لي موديل برينسيبال عندنا 5، عندنا لا بروتيز، عندنا الاو دي اف اورتوبيدي دونتو فاسيال، عندنا الاوسي اللي هي الاودونتولوجي كونسيرفاتريس، عندنا الباثولوجي بيكو دونتير، وعندنا البارودونتولوجي. في سنه ثالثه نتعمقوا اكثر واكثر، سنه رابعه وخامسه نبداو المرحله السريريه، المسار اللي احنا نقولوا السيكل كلينيك، المرحله السريريه نبداو ستاج سير باسيون على المرض، نبراتيكو على لي مالاد، تطبيق على المرض. نعم، لانه في سنه ثانيه وثالثه على المجسم الاصطناعي الفرازاكو، في سنه رابعه وخامسه نبداو سير باسيون، سنه سادسه تكون عباره عن نسموه حنا الانترنا، لان لي 5 اون الاولين نسموهم ليكسترنا، العام الاخير يكون عباره عن الانترنا. هنا يكون الطالب فيه في مرحله التربص، ايضا يكون يبريباري لا ميموار، المذكره اللي راح يناقشها في اخر العام ان شاء الله. مليح. ايضا ايوب، تخصص الصيدلة، ما هو تخصص الصيدلة وما الذي يدرسه الطلبة المقبلين على شهادة على هذه التخصصات؟ أول حاجة تخصص الصيدلة هو أحد التخصصات الطبية يعني المعروفة الأربعة، ميديسين دونتير فارماسي والبيطرة. نعم. التخصص راهو يتحصل عليه الطالب بمعدل يعني تقريبا الأعوام الأخيرة 15 فما فوق، تدرس لمدة 6 سنوات، عندك 5 سنوات الأولى يعني تيوريك أغلبها، فيها البراتيك، بصح البراتيك يكون في الجامعة فقط، ما يكونش في عند المستشفيات كما جامعة الدونتير ولا الميديسين، غير سنة ساتة وأن تقدر تدخل في ستاج الانترنا كما قال يحيى. الانترنا تكون في المخابر تاع المستشفيات الجامعية. الصيدلة موزعة تقريبا على 14 قسم، وال15 هي الكلية تاع جزائر العاصمة اللي رانا ندرسوا فيها، يعني كاين غير جزائر العاصمة كاين كلية اللي تتكون من زوج أقسام، اللي هو قسم الصيدلة والقسم اللي حل جديد العام هذا اللي هو الصيدلة الصناعية، يعني كل ما يخص صناعة في الصيدلة حلوا فتحوا لها قسم جديد. تقدر يعني تقول نقسم على دو بارتي، 5 سنوات الأولى يعني بريمير دوزيام وحدهم، وتروازيام كاتريام سانكيام وحدهم. بريمير دوزيام تقرأ الترون كومان وتقرأ الأمور الأساسية في صيدلة، تقرأ المواد اللي تأهلك باش تكمل تروازيام كاتريام سانكيام، لأن الدواء يعني تقرأ أنت البنية تاعه، تقرأ المكونات الكيميائية، تقرأ البيولوجي، تقرأ علم النباتات، علم المستخلص تاع النباتات، الأمور هذه يعني. من بعد تدخل مرحلة الكلينيك، مثلا سنة ثالثة تبدأ تدخل تقرأ أصلا كيفاش توزع الدواء في الجسم، كيفاش التركيبة الكيميائية الفعالة للدواء، تقرأ لقالينيك كيفاش نخيروا مثلا دواء هذا يتاكل بالفم ولا بالانجيكسيون ولا كذا، علاش نخيروا له الفورم المعين هذه واني. ومن بعد تلحق كاترياماني تبعد شوية عن مجال الأدوية وتروح المجال لابوراتوار، يعني تقرأ الأمور اللي خاصة باللابوراتوار، إيموبيو، إيمينو، بيوشيمي، إيماتو، علم الدم، يعني الأمور هذه اللي خاصة باللابوراتوار اللي هي تعود ترجع لك في السيزياماني، يعني في السيزياماني تعود ترجع للأمور تاع التحاليل هذه الطبية. سنة خامسة يعني تقدر تقول شكلية، تتعلم فيها القوانين، تقرأ فيها حقوق وواجباتك كصيدلي، تقرأ عن علم السموم، تقرأ عن أنت كصيدلي وين راح تتوظف، يعني الأبواب اللي راح تتوظف فيها، الأماكن اللي راح تكون فيها بعد سواء بعد 6 سنوات أو بعد التخصص يعني. يعني شكرا لك أيوب على هذه اللمحة. أيضا فاروق، ما هو تخصص الطيران؟ تخصص هندسة الطيران هو تخصص تقني بحت، يعني يتم التدريس في هذا المعهد بنظام الألمدي كما هو معروف، ليسانس ماستر دكتوراه. معدل القبول للسنة الماضية كان في شعبة التقني الرياضي 15 فاصل أظن، وشعبة العلوم 16 أكيد. مدة الدراسة يتم التدريس كما قلنا بنظام الألمدي، حيث يدرس الطالب في هذا المعهد 3 سنوات
بموجبها يتحصل على شهادة الليسانس، ويمكن أن يضيف أن يكمل دراسته لسنتين إضافيتين ليتحصل على شهادة الماستر التي بموجبها إنجينير أونايرونوتيك. أيضا مسار هذه هذا في المعهد 5 سنوات تقريبا، حيث يدرس الطالب 3 سداسيات يعني عام ونصف، يدرس فيها الطالب يعني أبجديات العلوم، يعني كيف أقول جذع مشترك، يدرس فيها المواد الأساسية كالرياضيات الفيزياء بنسبة خاصة، ويدرس أيضا يعني موديلات كما نقوله خاصة بعلم الطيران، يعطوهم كلمحة بدائية عليها، دراسة سطحية نعم. وبعد ذلك بعد بعد العام ونصف يتخصص الطلاب في هذا المعهد على حسب الكلاسمو بار كلاسمو، على حسب الترتيب العام للطلاب. هناك 3 تخصصات مهمة جدا، هي أول تخصص هو تخصص ميكانيك طيران بروبيلسيون، ثاني تخصص هو تخصص إلكترونيك طائرة أفيونيك، ثالث تخصص هو هيكلة الطائرة يعني ستريكتير، وآخر تخصص هو أوبيراسيون أيريان، يعني هذا التخصص يخص تنظيم وكيف ينظم الرحلات الجوية، كل ما هو متعلق بشركة الطيران. هذا ما أيضا زينب بالنسبة للغة التركية، لمحة عن هذا التخصص. تخصص لغة تركية هو مثل اللغات الأخرين، يعني في الجزائر كان في ولايتين، كان في الجزائر العاصمة جامعة تاع بوزريعة، وكان في قسنطينة من البرومو تحل 2013. دركا عنده من العام اللي فات والعام هذا جمدوه في الجزائر، بقى غير في قسنطينة. السيستم تاعو سيستم LMD، عندنا ليسونس ماستر، ليسونس ماستر تقرا هنا في الجزائر، دكتورة مازال ما فتحوهاش في الجزائر، تقرا في تركيا. هو يعني تخصص مثله مثل أي تخصصات، يعني فيها مهما كان فيها هذيك مشي صعوبة، فيها هذيك رح نحكي عليها إن شاء الله فيما بعد. رح نحكي عليها إن شاء الله فيما بعد. تمام. فيه يعني تخصص تبدأ تقرأ سنة الأولى، تبدأ تتعرف يعني على تخصص تاعك، عندك دي موديول تقراهم كيما نقولوا في الإكري، عندك الأورال، عندك الفونيتيك، عندك لينغويستيك، عندك ليتوراتور أدبيات، عندك صوتيات لسانيات، هادو ما كل لي موديول تعرف بهم على اللغة. ومن بعد كل عام يدخلونا دي موديول خلاف، يعني بحسب الأساتذة اللي قريونا، كاين أساتذة أتراك يشوف باللي هذا العام يناسبوا موديول يلوحوا، يشوف يناسب هذا القسم، يناسبه باش يلوح له موديل يخرج له، يعني يتحكموا فيها، فيها حضارة، فيه تاريخ تركيا، يعني مثل اللغات الأخرى. الشهادة تاعك تحصل على ليسونس بعد 3 سنوات، بعدها ماستر، عندك شهادة في الماستر اللي تكون فيها على سوتنانس، تكون فيها مذكرة، ومن بعد لأهلك المعدل تاعك انك باش تقبل على تسجل دكتورة يكون على حسب المذكرة تاعك ونجاحك وتفوقك. نعم، شكرا لك زينب على اللمحة وهذه النظرة لتخصص اللغة التركية. نذهب إليك يا أمير. طبعا كما نعرفوا لكل تخصص إيجابيات وسلبيات، خلينا نحكو على إيجابيات تخصص طب الأسنان، ما الذي يميزه عن باقي التخصصات؟ طب الأسنان هو تخصص غني عن التعريف، يعتبر مهنة نبيلة تجمع بين، هو عبارة على مهنة نبيلة تخليك ترسم الابتسامة، وهذه أحلى شيء. قلت لهم خلقت لأزرع الابتسامة. نشفى موقف طريف صرا لي كي كنت ستاج تروزي ماني، جات واحد انفام دام مدام وجبت معها البيبي تاعها، كي دخلت ستاج منا كانت تسطر وكلش، وبعد ما نحينا الضرسة ريحته منا حس ولدها بهك لأنه الأم تاعو برات وريحت شوي، كي خارج قال لي عمو، قلت له نعم، قال لي ان شاء الله هنولي كيفك، معناها واحد شعور نعم انه يجيك المريض يسطر وتنحي عليه، ولا العكس انه تخلق ابتسامه ماهوش بالامر الهين، يعني حاجه مليحه. ثانيا انه تخصص يجمع بين العلم والعمل، ايضا هو تخصص يعني مش فيه البراتيك، تشوف حاجه ملموسه، ماشي غير اني نقرا خلاص، تقرأ تشوف النتائج تاعه على أرض الواقع.
كما يقولوا طبيب الأسنان ليس طبيب فقط، هو طبيب، هو نقولوا احنا يا انجينير وايضا فنان، طبيب الأسنان فنان. هو يسكر روحه صراحة يعني. صح صح عندك نعم. ايضا ايوب، ما هي ايجابيات تخصص الصيدلة؟ اول حاجه ايجابيه التخصص الصيدله والتخصصات الطبيه كل انك تدي شهاده الدكتوراه بعد التخرج تاعك، يعني هذه الحاجه راهي ماهيش متاحه للتخصصات الكل، يعني باش تقرأ 6 سنوات تدي الدكتوراه، نعرفوا باقي التخصصات يعني راك تفوت 8 و9 سنوات باش تدي الدكتوراه. ثاني حاجه انك بعد الدكتوراه عندك سبيسياليتي واحد اخرين تقدر تزيد يعني تخصصات سواء البيولوجيه سواء غير البيولوجيه، يعني تزيد تتعمق ياسر في الصيدلة وتفتح لك أبواب كبيرة قدام. ثالث حاجة عندك الصيدلة كتخصص أنك تقرأ تلمد ياسر لفاريتي، يعني تقرأ شوي من مجال البيولوجي شوي من ياسر من اللاشيمي، اللاشيمي يعني تعتمد عليها ياسر، تقرأ عندها جانب من علم النباتات والأمور هذه لأن جماعة الطب وطب الأسنان خطيهم الشيء هذا. واني عندك ثاني المجال تاع الصناعة، تدخل ياسر في الصناعة، يعني الناسات اللي راي حابة توصل في المجال الصناعات والأمور هذه واني الصيدلة تضمن لك شيء هذا واني، لأن الطبيب ولا طب الأسنان ما عندها حتى علاقة بالصناعة. هي من ناحية الكوميرس فيها جانب من الكوميرس لأنك أنت باش تشري وتبيع وكذا وفيها فائدة وكذا، عندك غير جماعة الصيدلة يقدوا يقولوا باللي رانا تجار، يعني مش تجار بالمعنى التام ولكن نيتي هي تحصيل حاصل، يعني تحصيل حاصل التعامل سيرتو جماعة اللي يفتحوا أوفيسين ولا الاندستري بالصح. الميدسين ولا الدونتير نورمالمون راهم بعاد شوية عن المادة، ما عندهمش ضرائب وما عندهمش معناه ما يخمموش بجانب جانب تجاري ياسر كما جماعة الفارماسي. عندك الحاجة المميزة أخرى أنك تقدر تخدم في ياسر مجالات عكس ما راهو يروج ليه أنك كي تكون صيدلي راح تحل فارماسي ولا تموت في هذاك التخصص. لا، قادر تخدم في صيدلتك الخاصة، الصيدلية تاعك الخاصة، قادر عند البريفي، قادر في المخابر، قادر في المصانع، قادر في المثل فرص العمل متوفرة متوفرة، قادر في المعاهد الوطنية كما معهد باستور مثلا باستور ولا الوكالة الوطنية للأدوية لامبي بي لتسجيل الأدوية وكذا، يعني كاين الفرص كبيرة عكس ما راهو يروج ليه معناتها كتخصص معناتها أنه محدود وكذا. يعطيك صحة، رانا جايين إن شاء الله. أيضا زينب، ما هي إيجابيات تخصص اللغة التركية؟ خلي نشجعوا عليها الطلبة اللي راهم ناجحين الآن ومش لاقين ومش عارفين ومتأكدين من التخصص اللي راهم حابين يقرأوا. التخصص لغة تركية هو من التخصصات اللي مطلوبة ياسر في الجزائر، لأنه كي نجي نشوفه في اللغات يعني اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بزاف اللي مدايرينها اللي فرمو بزاف، يعني شغل الطلبة كاينين عدد ما شاء الله من بكري وجيب، بس اللغة التركية ما عندهاش ناس ياسر اللي يقراوها ولا متعلمينها، لأنه كي نجي نشوفه دوك في الجزائر مطلوبين يعرفوا يحبوا الناس يحبوا طلبة اللي متخرجين من اللغة التركية. وعلاه؟ لأنه يعني دي بوست كاينين، مش كيما يعني دركا برومو تاع الأونجلي راح يكون فيه آلاف، بصح تركيا عندك زوز ولايات كيما احنا في قسنطينة عندنا فرد برومو عندك فيه بلاك 20 ولا 23 برك، في الجزائر شوية عندهم نيغوغو بصح يعني العدد مش ياسر اللي يروحوا لها. على هذه راح تكون ليهم فرصة سواء يعني ليهم شخصيا ولا في الجانب يعني المهني في الخدمة. على هذه ننصحكم هي أي لغة تديروها ماهيش فندامة، يعني هذا ديما نقولها. يما خص اللغة التركية، اللغة التركية إن شاء الله بإذن الله راح يكون ليها إقبال كبير، يعني هم ماشي أي طالب مقبل على دراسة هذا التخصص فزينب مدة في التوجيه والخدمة. نعم. أيضا فاروق قريرح، ما الذي يميز تخصص طب الطيران عن باقي التخصصات؟ تخصص علوم الطيران هو تخصص تطبيقي بحت كما قلت في البداية. تخصص يعني ممتع ومثير يعني للأمانة صراحة، هو يعني كي تدرس
علوم الطيران. يعني لا أعرف، أنا بلك عندي شغف حب الطيران، لكن هو الموديول اللي تقرأهم فيه يخلوك تحب هذا المجال أكثر. نعم. هذا تخصص أيضا شهادة المعترف بها دوليا، يعني شهادة اللي يعطوهنا في المعهد شهادة قوية تتيح فرص العمل في الخارج أكثر يعني. وحتى هنا عكس ما يروج به الكثير من الناس، أن في مجال الطيران كاين فرص العمل، يعني حسب ما يشاع من المعلومات الخاطئة أنه نعم. يقولوا الصيدلة محدودة، وأيضا الطيران يقال نعم. هناك فرص العمل، يمكن أن تتوظف في شركات، يعني لأننا كما درست ميكانيك الطائرات. ميكانيك الطائرات درست يعني الميكانيك بصفة عامة، يعني التوربين الكمبريسور كيفاش يخدم كيفاش يفونكسيوني، يعني نقدر نتوظف في شركات تقنية مثل تاع الشركات الموجودة في حاسي مسعود. يعني أنا أظن أن الشركة أن فرص العمل متوفرة. نعم، شكرا لك. أيضا أمير، سؤالي ما هي المعلومات الخاطئة الأكثر شيوعا عن تخصص طب الأسنان؟ كما قلنا في الصيدلي يقال أنها محدودة، والطيران يقال أنه لا تتوجد فيه فرص عمل. ماذا عن طب الأسنان؟ طب الأسنان قليل أنه فيه الأفكار الخاطئة، أنه أكثر خطأ أنه مدينة كما الطب يقول لك باللي كتكمل لازم تتوظف عند الدولة. نعم. هو احنا ما عندناش هذا نسمح ياس. اي هو عندنا كما كحكى فاروق قال لك باللي فرص العمل المتاحه هنا في طب الاسنان، كي يتخرج الطالب كي يكون نوفو ديبلومي يلقى روحه قدام ثلاث وضعيات فقط. الاولى هو انه يتوظف عند الدوله، هنايا اشكاليه، لانه المشكل الكبير عدد المناصب اللي راح يفتحوها مقارنه بعدد المتخرجين انكومبارابل. صحيح، عدد المتخرجين كما البرومو تاعنا في الجزائر رانا 400 كالك، بالك 425 ولا 430. هذه نحكي البرومو تاع الجزائر برك، ما نحكوش على البرومو تاع سطيف ولا تاع النابه ولا تاع قسنطينه. ثم راح يكون عدد كبير مقارنه انه باش يتوظف. ثانيا افتتاح عياده خاصه، ما نستبعد شيء هو كغيره من المشروعات، مشروع اخر وش يلزمه؟ يلزمه رأس مال. رأس المال هذا وين يقدر يكون كبير؟ قادر يكون رأس مال ليس بالأمر الهين، نعتبره كما مشروع يعني لازمه رأس مال معين مش يقدر يفتح. وكيف بإمكان أنه طالب متخرج من طب الأسنان أنه يفتح عيادة مثلك؟ يفتح عيادة، ما هو الشرط يتوظف عند الدولة. يعني إذا كان فتح عليه ربي مدية كم يحتاج من سنة؟ أنا وخلي نقوله طالب متوسط الدخل، ما قدرش نعرف، لانه كل واحد كيفاش الماتريال ولي تكنيك تختلف على حسب دراهمه ويقدر يفتح. معناها ما كانش صوم درجون معين باش نقول لك عليه ابارتير دو بار اكزومبل كذا صومه معينه باش نقول لك يقدر يفتح. ثالث احتماليه انه يكمل يدرس تخصص. لانه كمل الطب يفوت ريزيدانا كونكور يدخل ويقدر يتوجه للتخصصات. شكرا لك أيوب، عفوا أمير. بالنسبة لك زينب، أنه التخصص هذا ليس مش معروف كثير ومش ياسر طلب أنه يروحوا لهذا التخصص، تخصص اللغة التركية. سؤالي، ما هي الأشياء التي يجب أن تتوفر في الطالب المقبل على تعلم هذه الدخول إلى هذا التخصص وتعلم اللغة التركية؟ نظري انه يكفي الطالب يكون عنده حب للغه. نعم، شرف. انه اي انسان كيحب الحاجه ديك تخصص هذاك ولا اللغه ديك راح يتعلمها، راح يصبر معاها، راح يبدع فيها، راح يخلق فرص. لانه كما في تخصص تاعي اللغه التركيه يقول لك ما فيهاش مستقبل، كما انا في اول عام تاعي سمعتها ياسر من دارنا وروح فيهاش مستقبل الناس كيف راح ديريها وكيف راح تخدمي وكلش، بصح انا كي حبيت تخصص وحبيت صح قلت نديرو كي درتو قدرت. يعني عام تاعي الاول مالغري ما كنتش نعرف اللغات دخلت نديتها من الاول، لقيت يعني زملاء معايا يعرفوها بزايد سيرتو البنات من السيري وكلش. قدرت فداك العام اني نتفوق ما بين دراستي والماجوري واني نقدر نقري اونلاين. طلقت اول دوره اونلاين ضربت كورونا وقت كنا قاعدين، قدرت نقري اكثر من 450 شخص
أونلاين. يعني نجحت فيه، حبيت نقول بلي أي تخصص حبيتيه راح تنجح فيه وراح تخلق الفرص. قوليوا لي الفرص يجيوك ولا الخدمة تاعت تجي ما تجيكش، أنت اللي تروح تخلقها وتحوس عليها. مليح، شكرا. بالنسبة لك فاروق، للطلبة المقبلين عن دراسة هذا التخصص، ما هي خلينا نقول النصيحة الذهبية اللي تقدمها لكل طالب مقبل على دراسة هذا التخصص حتى يتفادى الأخطاء اللي وقع فيها فاروق من قبل ومثل هكذا أشياء؟ أول حاجة أنصح بها الطلب المقبلين على هذا التخصص أن يكون الطالب جيد مستوى جيد في الفيزياء والرياضيات، لأن علوم الطيران تدرس جل المواد على الفيزياء والرياضيات، كما أنا درسنا أنواع الرياضيات، مات آن، مات دو، مات تروا، مات كات، مات سانك، مات سيس، وفيزيك آن، فيزيك دو، فيزيك تروا، فيزيك كات. يعني لازم يكون عنده مستوى قوي في الفيزياء والرياضيات لكي يتمكن من هذا التخصص. أيوة. إضافة إلى اللغة، إضافة إلى اللغة، يعني أنا أظن أن الطالب عندما يتحصل على علامة 15 أو 14 أو 16 في شهادة البكالوريا يكون عنده نيفو في الفرنسية والانجلي لكي يتمكن من هذا التخصص أيضا. هل كانت لك عائق اللغة الفرنسية في تخصصك يا فاروق، وهل كان لك مستوى متوسط في اللغة الفرنسية؟ أنا لا أقول مستوى متوسط، لكن أقول مستوى جيد في اللغة الفرنسية والإنجليزية. الحمد لله ربي وفقني أني لم أجد صعوبات كثيرة في هذا التخصص، لأن تلقى الأستاذ يعني لا يفهم أصلا بتاتا اللغة العربية. لهذا السبب أنا أنصح الطلبة الذين يتوجهون إلى هذا التخصص أن أقل حاجة أن يكون عندهم مستوى جيد في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية خصوصا. نعم، شكرا لك فاروق. أمير، سؤالي أولا، هل اللغة الفرنسية، وأنه نعرفه هنا في الجنوب ما عندناش نيفو كبير في اللغة الفرنسية ونيفو عالي، فهل كانت لك عائق خلال دراستك هذا التخصص؟ في هذا الموضوع جل طلبة الجنوب يعتبرها عائق، لكن هو ليس بالعائق، ما تقدر ما تسميهش عائق، هو معليش نلقوا صعوبات سيرتو في بريميراني، لكن سهلة نقدر نتجاوزوها. يعني نعم ما نقولش ما لقيناش صعوبة، برغم أنه كان مستوى الفرنسية تاعي لبس به، لكن نهار اللي رحنا هو بينسير بريميراني، عفسة جديدة، تخصص جديد، ما لبلكش، ما عندكش أي نظرة عليه، راح تلقى صح مع مرور الوقت راح تتفاداه. مثلا نقوله كانت صعوبات 40-50% راح يكون ابارتير دو دوزيام اني تي في تي، لانه علاش بار اكزومبل كيما نحكوا احنا في دومون دونتير دوزيام اني كاين دي مون سيونتيفيك راح يبقاو يتعاودوا، يبقى يتبعوك من دوزيام اني حتى تكمل. مصطلحات علميه بالضبط كيما نقولوا احنا لا دون اللي هي السن، لا بولب لب الاسنان، لا جونسيف اللثه، راح تبقى تتكرر، تبقى تعاود مع مرور الايام، تولي لك حوايج عاديه، تولي الكلمات جد عاديه. بار اكزومبل كيف نقولوا احنا في العام كومبلي يا ربي تتح لك واحد 40% من الباجاج الجديد اللي راح تتعلمه في شاك اني ويولي لك عادي، لانه بار اكزومبل تقراه في موديل راح تلقاه في موديل اخر. والباجاج هو مش انك تكون جمله فقط، هو انك تفهم واش راك تقرا والحوايج بالضبط. هو راح تلقى سيرتو بريمير اني راح ترجع للدار تقول كيفاش نترجم كلمه بكلمه، نلقى صعوبات، بصح هذاك مع الوقت راح يجيك عفسه عاديه، كشوك برك تاع بريمير اني وماكش عارف وكلش. نشفى انا اول حصه فهمت بينها غير الاناتومي، فهمت كلكو الاناتومي دونتير علم التشريح، فهمت غير بونجور، دخلنا ديريكت دكتي كان طف 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 ما تفهم والو مع الرابيديتي سمك شمول فعليه. كي تبدا باش تملي رابيد ما تلحقش كلمة، تلحق عليها كلمة، لا كلمة تكتبها غلطة، تولي أكمل الفراغات في الدار. اكزاكتومون، تعاود تولي للدار، تعاود تكتب، تعاود دير الملخص تاعك، ترفد على زملائك قال فهمني في كلمة هذه هذه هذه، عادي نورمال. كيما نقولوا حنايا المصادر كاينة، ريزوفراج كاينين، ترجع تواجه من بعد مع مرور الوقت بإذن الله تفيتها. صحيح. أيضا أيوب، ما هي النصيحة الذهبية التي يقدمها أيوب زغيم لكل الطلبة المقبلين على دراسة تخصص الصيدلة؟ نمدوا حاجة للصيدلة، وتقدر تقول هي تكون عامة أكثر من الصيدلة. بصح الصيدلة تتطلب ثلاث حوايج، أنك تكون عندك القدرة والحاجة باش تقرأ هذا التخصص، الرغبة والفرصة، ثلاث حوايج.
القدرة أول حاجة ولا الرغبة كما نقوله، أسكو أنت عندك ميول للصيدلة وعلم الكيمياء والعلوم الطبية بصفة عامة ولا ما عندكش؟ إذا أنت ما عندكش غير من الأول فك عليك، روح حاجة أخرى، روح تكنيك، روح كذا، روح تفشل بعد ما راح تفشل، لأنك راح تنصدم بواحد القراية مشرجة ياسر، معناتها من الكوتي العلمي وانت ميولك تقني، سما راك تحصل انت عندك ميول في الالكترونيك وانت قاعد في الصيدليه راك صيدله راك غلط. كيما نقولوا تكون عندك الرغبه باش انت تقدر الفورس اللي راح تلقاه، لان الصيدله معروفه سنقول لتاعها اصعب عام، يعني تقدر تقول راح تقرا اكثر من 13-14 موديل، يعني لازم تكون عندك الفورس، تقدر تصبر، تقدر تقرا اجور، تقرا معناتها بموديلات بعاد عن بعضهم، تقرا المات وتقرا البيولوجيا، يعني تقرا الرياضيات والعلوم، وتقرا معناتها علم التشريح، تقرا ياسر موديلات ما عندهمش علاقه ببعضهم اصلا. نعم. الحاجه الثانيه قلنا الرغبه والقدره. القدره تاعك انك تقدر تهضم الشيء اللي راك تقرا فيه. صحيح. اسكو انت راك قاعد تفهم واش راك تقرا ولا راك قاعد تلظ وخلاص؟ إذا كنت معناتها تلظ معناتها راك ما راحش تكمل، معناتها راك تلحق تروازيام راح تتعب ياسر وما راحش تفهم واش راك قاعد تقرا. لازمك انت تكون على درايه بالشيء اللي راك تقرا فيه، معناتها تريزوني مليح، تفهم هذه من هذه، لان انت من بعد راك باش تكون وسيط ما بين الطبيب والمريض، يعني ما بين الطبيب والمريض كان علاج انت تكونه العلاج اللي هو الدواء، الدواء انت اللي راك مسؤول عنه من اول نقطه حتى ون بعد ما يكون اصلا دواء ويتباع ويتشرى وكل شيء، معناتها مراحل تاع كلها راك انت المتحكم فيها. ثالث حاجه اللي هي الفرصه كما نتحدثوا على الصيدله، انك انت تصنع فرصتك بنفسك، يعني قلنا كاين ياسر مجالات تشملها صيدله، انت لازمك من بعد كي تتخرج سواء كنت جينيراليست ولا سبيسياليست راح تبدا تبحث على الفرصه تاعك في المجال تاع الصيدله، يعني كاين فرص عديده انت لازمك تبحث عنها، مش انت مريح يعني ما تلقاش وتقول الله غالب ما كانش في الفارماسي ولا في الادونتير ولا في اي تخصص، يعني لازمك انت تصنع هذيك الفرصه، تروح تبحث كذا، تطور، تقدر تخرج حتى للخارج، لان الدكتوراه كي تكون في الخارج راك معناتها عندك سيرتان نيفو لو طالع، معناتها الفرص عديده تستحق برك انك انت تبحث عنها الحاجه. ان لم تجد طريقا للنجاح فاصنع طريقا، هذا باختصار ما الذي اراد ايوب صغيب ان يوصله. اذا ما زلنا متواصلين مع امير، كما نعلم انه امير من بين الطلبه اللي خلينا نقولوها بالمصطلح تعبوا ولا تمرمدوا في الاقامه. احكي لنا على اجواء الاقامه، خلي يكونوا الطلبه اللي راهم حاضرين معي اليوم متاهبين وما تكون لهمش صدمه. الاقامه الجامعيه مع امير، الحياة الجامعية نظرة مختلفة جدا، لأنه الطالب الجامعي كان في مرحلة كان محيط بأهله، كان يدرس في ولايته، يخرج خارج الولاية، لاسيتي ما يعرفهاش، ما يعرفش سيستم كيفاش، هنا يولي أوتونوم، يولي يعتمد على نفسه بنفسه. من بين الصعوبات اللي واجهتها أنا بريميراني كامل ما كنتش في لاسيتي، واجهت مشاكل عديدة، ما كانش لا شومبر، صعيبة باش تتأقلم سيرتو إذا كان الكوبان شومبر تاعك ما تعرف هالشي، صعيبة جدا يعني. أي صح، لأنه عباك عقلية أخرى. صح. لأنه صح. عقلية أخرى نعم، هذيك وحدها تخلع. لي كما أنا حطوني في كانت شومبر أكات بين أربع أشخاص، أنا الرابع وثلاثة، واحد كان يقرأ سبور، واحد كان يقرأ دروة، واحد كان خدام أصلا ما كانش يقرأ أصلا. وسبور معناها نقولوا احنا مع كل احتراماتي لتخصص سبور كان معناها ما كاش لا شارج، لا ميتين معروفه لا كان فارغ الميتين معروفه بلا شارج، الميتين نحكي كي نقول الميتين اون جينيرال لي تروا فيليير سواء ميتين سواء دونتير سواء لا فارماسي، معروفه انه كي تكمل جيم لافاك راح تريفيزي راح تقرا واش قريت الصباح راح تلقاه مريح لك اكزاكتومون، تلقاه مريح في لا شومبر، ماهيش سهله انه باش عقليه اصلا مختلفه، كل واحد بعقليه، بار اكزومبل هذا يرقد القايله، هذاك ما يرقدش، هذاك في الليل يسهر، هذاك ما يحبش يسهر. لا على صوت الموسيقى انت ما تحبش حتى الباب يقول له ادخل هز الباب. بالضبط بالضبط. كاين اللي يحب يقرا في الليل، كاين لا يحب يقرا، كاين اللي يحب يقرا مع كيما نقولوا كاين نعرف واحد يقرا غير بالموسيقى، كاين واحد يحب الكالم 100%. سما تواجه لازم الطالب يهيئ روحه
لازم يتهيئ نفسيا قبل مورال مو لازم يتهيئ باش ما يجيش هذاك الشوك. لان انا ما كانش اللي نصحني قال لي فوالا واش راح تواجه واش راح تواجه واش راح تواجه، هذه ما كانش عندي. جاتك حاجه جديده؟ جاتني حاجه مختلفه تماما، معنا شوك حاجه. نعم. اذا شكرا لك امير. بالنسبه ليك يا زينب، كما قلتي انه الدار كانوا رافضين مثل هكذا تخصص وانه واش راح ديري بيه، فما هي الافاق المستقبليه لتخصص اللغه التركيه؟ تخصص اللغه التركيه فهي يقدر يفيدهم في يعني في المستقبل. يقدر يكون ترجمه، بزاف اللي اعتمدوا على الترجمه في لي سوسيتي في شركات سواء في هنا في الجزائر ولا برا. هو يعني الفرص راح يكونوا اكثر خاصه في تركيا. في تركيا راح يكونوا فرص يعني يكونوا خدمه لانهم يحبوا لغتهم، يعني فرص العمل راح يكونوا بزايد. ما ننكروش انه حتى في الجزائر راح يكون كاينين فرص عمل في الشركات في مدارس خاصه في التدريس تعليم اونلاين. يقدر يفتح بشهادته وتقدر تفتح مدرسه خاصه كما نقولوا ايكول بريفي خاصه باللغات ولا كما نعرفوا. قادرة إن شاء الله راح تكون في العوام الجاية كتخصص، يعني حتكون لغة في الثانويات كما اللغة الألمانية اللغة الإسبانيولية الإيطاليانية راح تكون إن شاء الله حتى تفتح، لأنه كان يعني طلب من البرومو كل كانوا حابين يدخل لأنهم الأول زيادة فرص العمل، والثانية مم الطلاب تاع ثانويات حابين اللغة كما يحبوا الألمان كما يحبوا الإسبانيول كما يحبوا الطليانية حابين تركيا. رايحة تتطور فوالا، والعلاقات يعني كما قلتي ماشية وتتطور ويحبوا اللغة. كما نقولوا الاحتكاك بين الجزائريين والأتراك راهو بزاف، رانا قرب لبعض، أنا سواء في الثقافة سواء في العادات سواء في الدين سواء مرغوبة، يعني أي حابينها خاص مرغوبة. شكرا لك زينب، شكرا لكم جميعا. رؤوف معمر يقول تحية كبيرة ليحيى أمير، بالتوفيق للجميع. الدراسة هي الشيء الوحيد اللي تمدلها ترجع لك أكثر، شريط الإخلاص والتفاني مهما كان التخصص، بالتوفيق للجميع. صفاء جديد تقول شكرا للجميع، شكرا خاصا لزميلتي زينب وزميلي يحيى صانع الابتسامة. نعم. أيضا مهدي يقول أخويا فاروق ما شاء الله الله يبارك إلى الأمام. أبو رائد الله يفتح عليك وينور دربك. أيضا أبو رائد يضيف يقول الله يفتح عليك وينور دربك يحيى أمير مجول مجول أيوه نسينا. نعم. أيضا مازال عنده خلل مع لقبي. نعم. أيضا وسيم ربي يوفقكم وينجحكم. قماري بشير يقول منورين. عادل بهي يقول ما شاء الله أيوب ويحيى وفاروق ربي يحفظكم. نعم. نعم. بشير ربيبي يقول أمير إنسان مشاهد ربي يوفقك إن شاء الله. كني وزكريا يقول بارك الله فيكم على هذه النصائح القيمة، ربي شاء الله في ميزان حسناتكم. تحياتي إلى أخي وحبيبي مجول يحيى أمير. وسيم يقول ما شاء الله عليك فاروق. شكرا لكم كل باسمه وعلوم مقامه على حضوركم معنا لهذا العدد. أيضا شكرا لكل متابعينا مشاهدينا الأفضل في كل مكان على تفاعلاتكم وبقائكم معنا إلى نهاية هذا العدد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختامه هذه الحصة، في أمان الله.